مرسوم رقم 134 لسنة 2014 بقبول استقالة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيل المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور نايف محمد العجمي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى، تقبل استقالة الدكتور نايف محمد العجمي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. مادة ثانية، على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، صدر بقصر السيف في 12 رجب 1435 الموافق 11 مايو 2014. مرسوم رقم 135 لسنة 2014 بتعيين وزير العدل للعدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيل المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 134 لسنة 2014 بقبول استقالة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى، يعين كل من محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإضافة إلى عمله وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة، محمد عبد الله مبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيرا للعدل بالوكالة. مادة ثانية، على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، صدر بقصر السيف في 12 رجب 1435 الموافق 11 مايو 2014.